بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا ما سمعت حد صفق. تمر مشي لعكم معكم مشي طول الليلة. تمر مشي لعكم معكم هون والله. شنو بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة والسيدات، السادة المنتخبون، رؤساء منظمات المجتمع المدني، رؤساء الأحزاب السياسية، العمد والنواب، جماهير ترانيم، مداحة ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنكم تعرفون المهرجان هذه السنة له طعم خاص. المهرجان هذه السنة له طعم خاص، والدورة الثامنة لها طعم خاص هي الأخرى. إنها هذه الدورة هي انتصار للحق، انتصار للثقافة، وانتصار للفن، انتصار لمدينة نواكشوط، انتصار للمداحة، انتصار لجمهور ترانيم، انتصار لمحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أشكر الوزارة الأولى على إنقاذها للدورة الثامنة مهرجان ليالي المدح. لولا الوزارة الأولى مع الله ما كنا الليلة لا نعود موجودين هون. هذه حقيقة يجب أن تقال. بذلوا جهدا كبيرا بإنقاذ مهرجان ليالي المدح ياك يعدل في نسخته الثامنة. وهذا الانتصار في الأخير نشكر وزارة الشؤون الاجتماعية عنها قبلت على تفتح فضاء التنوع البيئي والثقافي للنسخة الثامنة مهرجان ليالي المدح. وبعد ذلك نشكر المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي على التعاون بعد ذلك بعد فتح الفضاء للنسخة الثامنة لمهرجان ليالي المدح. لكن مع هذا كله نشكر جمهور ترانيم، نشكر مداحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشكر المدونون، نشكر الإعلاميين. لولاهم لما كنا هنا الليلة. هذه حقيقة أخرى يجب أن تقال. لولا المداحة، لولا سهرة مدح على قارعة الطريق، لولا المدونون، لولا الإعلاميين، لولا جماهير ترانيم العريضة لما كنا هنا الليلة. شكرا لكم جزيلا، شكرا نيابة عن مداحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا نيابة عن فريق ترانيم للفنون الشعبية. في هذا المقام نختار نقول عن هذا المهرجان ذي السنة معدل بتلك فارت. اللي تراعوا فيه كامل هون الليلة معدل بتلك فارت، وإن شاء الله تعود ماي تلك فارت والمحم. تعرفوا تلك فارت والمحم؟ بعد ست دورات من مهرجان ليالي المدح، وبعد تجاهل وزارة الثقافة للمهرجان، هذا اخترت نقوله هون به. اللي كل مرة ينقال وزير الثقافة جاء في الدورة الأخيرة ودعم مهرجان ليالي المدح. اخترت ما نجاوب لسنة تامة، نجاوب لا قدام جماهير ترانيم للفنون الشعبية. وزير الثقافة في آخر نسخة جو قال قدامكم عنه لاهي يدعم مهرجان ليالي المدح، وعنه شين عنده عن الحكومات السابقة أنا ما دعمت مهرجان ليالي المدح. لكن الدعم لعاد ما مشاها معاكم راهو ما لحقنا. هذا بعد اخترت نقوله، واخترت نقول عن هاي تنك فارت اللي جبرنا هذه السنة ما نختاره تعود كيف تنك فارت والمحم بيلي الله ما زالت تنك فارت ونحن قبضنا عليها الدين. هنا أشكر بالأخص شركائنا هذه السنة، ومنهم الإذاعة الوطنية. نشكر الإذاعة الوطنية وخاصة مديرها عنه هذه السنة تبنى وشارك في مهرجان ليالي المدح، وهو أول وسيلة، أول قناة إعلامية تشارك في إنتاج مهرجان ليالي المدح. وإن شاء الله القنوات والتلفزيونات والإذاعات الأخرين يغيروا من الإذاعة الوطنية، وفي السنوات المقبلة إن شاء الله يعودوا شركاء جادين وجيدين في تنظيم النسخة الثامنة مهرجان ليالي المدح.
لن أطيل عليكم باللي أنا معكم جايبكم للمد، لكن مهم تعرفوا، مهم تعرفوا اشتمينا اللي عندنا هون الليلة، مهم تعرفوها وتعرفوا عنا ما عندنا. وهون في ممثل للمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي، ونختار نقولوا عنا ما عندنا مشكلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا عندنا مشكلة مع المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي، ونختاروا المدرسة تبنى وتعود جامعة يا غير من اللي جاد علينا ومهتمين عن هذه الساحة، عن هذا الجمع الكبير، عن هذا الجمع الكبير، عنه مهم عنه يتم عنده ساحة يجابر فيها، يجابر فيها ما مجابرين السياسيين، يجابر فيها بتنوعه، يجابر فيها باختلافه، يجابر فيها بجميع أطيافه ومكوناته. هذه البلاصة لنا ونحن سنناضل عنها حتى ترجع مكانا عموميا، مكانا عموميا، وتبقى مكانا عموميا إن شاء الله. هذه فقط هي اللبنة الأولى، لكن ما أننا راجعين، ما أننا راجعين عن هذه الساحة تبقى فضاء عموميا. ما ندارو ملكتها، قالبين نحن بلا نمر واحد، معناها عن هذه الساحة بلا قاية فيها. قالبنا يعود عندنا نمر واحد، معناها هذه الساحة الكبيرة ما عندنا لا شيء، ما ندارو ملكتها، يا غير نختاروا وتبقى ساحة عمومية سكان نواكشو، تبقى متنفس سكان نواكشو، نجابروا فيها كاملين، نجابروا فيها على مدح رسول الله، نجابروا فيها في المسرح، نجابروا فيها في السينما، نجابروا فيها في البيئة، نجابروا بعض فيها نعود ونختاروا، ناخذوا عن الديار ونقيسوا بليدة واسعة متنفس، نجابروا فضاء التنوع البيئي والثقافي، وسنبقى نناضل عن هذه القطعة حتى تبقى مكانا عموميا للشعب الموريتاني. هذا نختار نقوله، هذا ليس عداوة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وليس عداوة للمدرسة، مدرسة الوطن العمل الاجتماعي. في الأخير نختار نشكر كما شكرت جماهير ترانيم، نشكر مجموعة من الشخصيات هي الأخرى كانت وما زالت تدعم وتناصر مهرجان ليالي المدح، ومنها رئيس الجمعية الموريتانية الفرنكفونية أحمد الحمزة، والنائب العيد والمحمد، والإعلامي محمد فالو العمال. يا غير نختار نسولكم، أنتم نظركم افترتوا والله سنبتينا. إذا خليت المهرجان على الترانيم، وهذه رسالة موجهة للشخصيات وموجهة لجماهير ترانيم، إذا خليت المهرجان لا على فريق ترانيم، السنة الجاية تعقبوا ما تجبروا المهرجان، تعقبوا ما تجبروا المهرجان. لازم تموا تشاركوا في دعم ومناصرة مهرجان لأهل المدح، ياك تموا كل سنة بحول الله نلتقاو في هذا المكان، المكان ذا. نعرف عن القضية صعيبة والأمر صعيب، وهذا كان كامل ما يجد يخلق بلي نحن جارنا وزارة الثقافة هي جارنا. يا غير خلع عنا اللي ما موفقوا مولانا ما لا يوفقوا العباد. كل سنة وزارة الثقافة هي الغائب، هي الغائب عن مهرجان ليالي المدح. طيب الحال هو مجموعة من أصدقائي ولا يعرف عن كلهم يقول لي نختارك تجبر وزير الثقافة، لا يقول لكم عني جبرت وزير الثقافة وتوف.